بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 97. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أشار المؤلف رحمه الله، وتقدم هذا معنا في الحلقة السالفة، إلى أنواع أعمال الكفار التي أمرنا بمخالفتهم فيها أو نهينا عن مشابهتهم، وهي كما أشار ثلاثة: قسم كان مشروعا في ديننا ودينهم، وقسم كان مشروعا لهم ثم نسخه شرعنا، وقسم لم يكن مشروعا بحال ولكنهم أحدثوه. ثم قال رحمه الله: فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأقسام التي ذكرها الشيخ في شرع من قبلنا بالنسبة لنا أنها على ثلاثة أقسام: قسم جاء شرعنا بموافقته، وقسم جاء شرعنا بنسخه، وقسم جاء شرعنا به وهم وافقون فيه. وهذه الأقسام كل قسم له حكم سيبينه الشيخ رحمه الله. نعم. قال الأول: ما كان مشروعا في الشريعتين أو مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء أو أصل الصلاة والصيام، فهنا نعم ما كان مشروعا في الديانتين، وهذا مثل الصيام، فإنه مشروع في كل الشرائع المنزلة من عند الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكما في الصلاة، فإن الصلاة مشروعة للجميع، فهذا المخالفة بيننا وبينهم فيه إنما تكون في صفته. فاليهود والنصارى لهم صوم خاص بهم، والمسلمون لهم صوم خاص بهم يخالف صفة صوم اليهود وإن توافقا في الأصل. وكذلك يوم عاشوراء، فإن صومه مشروع لنا ولهم، ولكننا نخالفهم في الصفة، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوما قبله مخالفة لليهود. نعم. قال: فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء أو عاشوراء. نعم. وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة الصيام. نعم. الصيام نحن مشترك بيننا وبينهم، مشروع لنا ولهم، لكن نحن نخالفهم في بداية الصيام ونهايته. فنحن نصوم عند طلوع الفجر ونفطر عند غروب الشمس، أما هم فيزيدون على ذلك. نعم. قال: كما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب. نعم، تأخير السحور وتعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب. وفي صلاة المغرب أمرنا بتعجيلها وهم يؤخرونها إلى أن تشتبك النجوم. نعم. وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم.
وكان يصلي عليه الصلاة والسلام في نعليه، وأمر بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود ما لم يكن فيهما نجاسة أو يمنع من لبسهما مانع، مثل في وقتنا الحاضر لما صارت المساجد نظيفة من التراب ومفروشة ومبلطة، فإذا دخل فيها بالنعال تتأثر ويكون في ذلك إساءة إلى المسجد بتلويثه بالتراب، فحينئذ تخلع النعال عند دخول المسجد. أما فيما سبق فكانت المساجد ترابية، كانت ترابية ولا تتأثر بدخولها بالنعال، فيعني ينبغي التنبه لهذا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا كثير في العبادات. نعم، وكذلك في العادات. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا في العادات، وهي اللحد في القبر الذي يوضع فيه الميت. فمن عادة من عادة من قبلنا في اللحد أنهم يشقونه شقا في قاع القبر، يشقونه شقا في قاع القبر بقدر ما يسع الميت، ثم يضعون فوق الميت شيئا إذا وضعوه في الشق يمنع عنه التراب كالسقف له. وأما نحن فلنا اللحد، وهو أن يكون الشق في جانب القبر مما يلي القبلة، ولذلك سمي لحدا، لأن اللحد أو الالحاد في اللغة الميل. فسمي لحدا لأنه مائل عن سمة القبر، فيوضع فيه الميت ويسد عليه باللبنات ثم يدفن. ولهذا قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا من باب المخالفة في العادات. نعم، وسنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة. كذلك أصل دفن الميت من الأمور المشروعة لجميع الأمم، وهذا مما كرم الله به الإنسان على غيره من الدواب، فإنه يتدفن جنازته وجسمه ولا يترك للسباع والطيور وتمتهن جثته. هذا مشترك بين الأمم كلهم، مشترك بين الأمم كلهم. ولكن المخالفة جاءت في أمرين: الأمر الأول اللحد كما سبق، نعم، فرقا بينه وبين الشق، والأمر الثاني أن قبر المسلم يوجه إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة، وقبور أهل الكتاب توجه إلى بيت المقدس، فهذا من المخالفة لهم. نعم، قال: فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفاته. نعم، وهو أيضا فيه عبادات. نعم، واللباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة. نعم، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام. نعم، نزع اليهود ينزعون نعالهم ابتداء بموسى عليه السلام، حينما قال له: فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس، فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس، إنك بال إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى، من سورة طه. فهما اقتدوا بموسى عليه السلام وصاروا يخنعون نعالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم للصلاة بالنعال كما سبق، وأن هذا مختص بما كان إذا كانت المساجد تقبل ذلك، أما إذا كانت لا تقبل ذلك بوضعها الحالي من نظافتها وفرشها وغير ذلك، فهذا لا يناسب لبس النعال فيه، وتركه إنما هو ترك لسنة، فيكون تلويث المسجد مكروها، والشيء إذا كان مكروها يترك. نعم، قال: وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. نعم، مسألة الحيض كانت اليهود تتشدد فيها، حتى إنهم لا يؤكلون الحائض ولا يمسونها ولا تطبخ لهم
كانوا يعتزلونها اعتزالا كاملا. فالله جل وعلا أمرنا بمخالفتهم وأن نصنع مع الحائض كل شيء ما عدا الجماع في الفرج. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأما في غير ذلك فلا تمتنع الحائض من أي عمل، حتى إنها تدخل المسجد لأخذ الحاجة منه والخروج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد وهي حائض. قالت إنها حائض، قال: ليست حيضتك بيدك. فالحائض عندنا تعمل كل عمل ويباشرها زوجها فيما عدا الجماع في الفرج. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إيجاب صلاة أو صوم. نعم، ما كان مشروعا ثم نسخ كما كان مشروعا لمن قبلنا. نعم. ثم نسخ في شريعتنا بالكلية ونهينا عنه فلا يجوز فعله، ومن ذلك استقبال بيت المقدس كما سبق. نعم. والوجوب استقبال الكعبة، ومن ذلك أيضا السبت، فإن اليهود يجعلون يوم السبت راحة لهم ويتفرغون للعبادة، والنصارى يجعلون يوم الأحد. فاليهود يقولون يوم السبت لأن الله فرغ فيه من خلق السماوات والأرض واستراح بزعمهم، لأنه تعب فاستراح، فيجعلونه يوم راحة، وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى، فالله كذبهم، قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا رد على اليهود. وأما النصارى فإنهم يجعلون يوم الأحد، يقولون لأن الله بدأ فيه خلق السماوات والأرض، لأن الله خلقها في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، يوم الجمعة. فاليهود يعطلون في يوم السبت ويجعلونه للعبادة، والنصارى يعطلون في يوم الأحد ويجعلونه لعبادتهم، وهذا لا يزال مستمرا. الله جل وعلا اختار لنا يوم الجمعة لأنه اليوم الذي اجتمع فيه الخلق وفيه فضائل لا توجد في غيره من الأيام، فنحن خالفناهم. والله جل وعلا قال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. نعم. إذن هذا له اتصال بدعوة بعض الكتاب لإجازة السبت. نعم، أقول هذا له اتصال بدعوة بعض الكتاب جعل إجازة السبت وموافقة البنوك وغيرها. هؤلاء لا ينظرون إلى ما جاء به الإسلام من النهي عن مشابهتهم ومشاركتهم في أعيادهم، وإنما ينظرون إلى أمور الدنيا، والمسلم بالعكس، المسلم ينظر إلى أمور دينه أولا ويأخذ ما وافقها من أمور الدنيا، أما ما خالف الدين من أمور الدنيا فإنه يترك. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أو إيجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. نعم، نحن مأمورون بمخالفتهم وعدم التشبه بهم. قال: في عباداتهم، وهذا بالدرجة الأولى، وفي عاداتهم الخاصة بهم، وذلك من أجل أن يتميز المسلم عن غيره. نعم. قال: فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، لأن هذا حرم على اليهود: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فالله حرم عليهم هذه الأشياء، ليست محرمة من الأصل، ولكن حرمها الله عليهم عقوبة لهم وتضييقا عليهم، لما شدد الله عليهم. ولو أنهم آمنوا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لوضعت عنهم الآثار والأغلال التي كانت عليهم،
كما قال جل وعلا في وصفه ويضع عنهم الأصار والأغلال ويضع عنهم إصرهم والأغلال يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فلو آمنوا به لوضع الله عنهم هذه الأصار والأغلال، لكن لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بقيت عليهم إلى الآن عقوبة لهم. فنحن منهيون عن أن نتشبه بهم ونحرم الشحوم وكل ذي ظهر، لأن هذا أصله حلال. نعم. قال وكذلك ما كان مركبا منهما أي عادة وعبادات، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. نعم. وكذلك ما يجمع عبادة وعادة فإننا مأمورون بمخالفتهم فيه، وذلك مثل الأعياد، والأعياد جمع عيد، وهو ما يعود ويتكرر إما بتكرر السنة أو بتكرر الشهور أو الأسابيع، فالذي يعود ويتكرر فإنه يسمى عيدا. والعيد قد يكون زمانيا كعيد الفطر وعيد الأضحى، وقد يكون مكانيا وذلك كالكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة، فهذه المشاعر الحج، فهذه أعياد مكانية يعبد الله فيها جل وعلا، تخص بالعبادة فيها أكثر من غيرها. فهذا هو العيد، ما يعود ويتكرر، هذا في العيد الزماني. فالعيد مشترك بيننا وبينهم، كل قوم لهم عيد، ولكننا نخالفهم في أعيادهم. الله جعل لنا أعيادا لا يشاركوننا فيها، نتميز بها عنهم، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، قال إن الله أبدلكم بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا هو العيد الزماني. العيد يكون فيه عبادة ويكون فيه عادة. يكون فيه عبادة وذلك بصلاة العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى، وفيه أيضا دفع صدقة الفطر في عيد الفطر وذبح الأضاحي في عيد الأضحى، ففيه قربان وعبادة، وفيه عادة وذلك بتدرب على السلاح والجهاد وآلات الجهاد، كما كان الحبشة يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق والسلاح، وأقرهم على ذلك لما فيه من التدريب على الجهاد وتعلم السلاح. فإذا كان اللعب مفيدا فلا بأس به، أما إذا كان اللعب فيه لهو فإنما يتجنبه المسلم ويترفع عنه، أما إذا كان اللعب محرما فهذا على كل حال يتركه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يفعل الحرام، وإنما يفعل المباح ولا يكثر منه في هذين العيدين. نعم. قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. نعم، يستحب لإظهار الفرح والسرور بيوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك بصنعة الطعام وأكل الطعام وكذلك ترك الأطفال يلعبون ويمرحون في هذا اليوم، لأنه يوم عيد ولا يضيق عليهم في هذا اليوم. نعم. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، وهذا ليس مجرد لعب بل هو فيه فائدة، هو التدرب على السلاح، لأنهم كانوا يلعبون بالسلاح. نعم. قال فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. نعم، قد يجب إذا كان فيه
إظهار مثلا الفرح بالعبادة والفرح بإكمال العبادة، لأن عيد الفطر بعد إكمال عبادة الصيام، وعيد الأضحى بعد إكمال الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج. فهذا فيه مشروعية إما وجوبا وإما استحبابا، هذا من ناحية العبادة التي تفعل في يوم العيد. نعم. قال: ولهذا وجب فطر العيدين وقورن بس. ومما يحرم في العيدين الصوم. نحن عرفنا ما يجب في العيدين وهو الصلاة، يعني بعض العلماء يرى أنها واجبة. صلاة العيد إما أنها واجبة على الكفاية أو واجبة على الأعيان، المسألة فيها خلاف، ولكنهم مجمعون على مشروعية صلاة العيد. هذا من ناحية العبادة وجوبا على الجميع أو على الكفاية. وكذلك صدقة الفطر واجبة، صدقة الفطر واجبة في عيد الفطر، واستحبابا مثل التكبير في العيدين، فإنه مستحب في ليلة العيدين ويوم العيد قبل الصلاة يستمر التكبير، فهذا من المستحبات في هذين اليومين. والمحرم هو أن يفعل في العيدين ما يوافق ما عليه أهل الكتاب، فهذا محرم. فنحن لا نصنع في العيدين ما يصنعه أهل الكتاب. نعم. قال: ولهذا وجب فطر العيدين. ومما يحرم أيضا في العيدين الصيام، لأنه لا يجوز صوم يوم العيدين، حرام صيامهما، لأنهما يوم ضيافة عند الله سبحانه وتعالى، فيفطر الإنسان ليأكل في هذين اليومين. نعم. وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. كل هذا مر ذكره. نعم. فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. نعم، كما مر أنه القسم المنسوخ لا يجوز لنا أن نعمله، كاستقبال بيت المقدس كان مشروعا في الأول ثم نسخ، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يستقبل بيت المقدس أو أن يدفن الميت مستقبلا لبيت المقدس، هذا أمر محرم فلا نوافقهم فيه. نعم. وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات، العبارة قال: فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ، نعم، الذي كان في شريعتهم ونسخ في شريعتنا، من العبادات أو العادات أو كلاهما كذا مكتوب، أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. نعم، إذا كان الشيء مشروع الأصل، مشروع الأصل لكنه نسخ، فنحن نترك المنسوخ ونعمل بالناسخ. نعم. أما إذا لم يكن مشروع الأصل وإنما هم أحدثوه القسم الثالث، فهذا حرام علينا أن نفعله، لأنه من إحداثهم ومن ابتداعهم، مثل الرهبانية التي أحدثها النصارى ولم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم. نعم. قال: وأما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح. نعم. فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون؟ نعم، الإحداث في الدين لا يجوز بحال من الأحوال لجميع الأمم. نعم. الواجب في أمور الدين اتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسل، هذا هو الواجب. وأما أن يحدث شيء من العبادات يتقرب به إلى الله والله لم يشرعه على ألسن رسله فهذا بدعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالمسلمون لا يجوز لهم أن يحدثوا شيئا لم يشرعه الله
فكيف يعملون في بدع اليهود والنصارى؟ يكون هذا أشد. نعم. قال فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. وأصل ظاهر القبح من ناحيتين، من ناحية أنه بدعة ولا يجوز التقرب إلى الله بالبدع، ومن ناحية أن فيه تشبها باليهود والنصارى. نعم. قال فهذا أصل. وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع. إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها. نعم، كما ذكرنا أنه يجتمع في البدعة إذا كانت من ابتداع من قبلنا يجتمع فيها محذوران: محذور الأول فعل البدعة، والمحذور الثاني التشبه بالكفار. فهذا محرم شديد التحريم من الناحيتين. نعم. هذا قال رحمه الله: فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي. هذا الذي ذكرناه، يعني محرم من وجهين: مشابهة وبدعة. نعم. إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار. يعني المشابهة للكفار كتابيين أو غيرهم محرمة أو مكروهة على ما سبق تفصيله. ولو كان تقدم فعل بعض السلف لها، قال ولو كان فعلها بعض السلف فإننا لا نفعله، لأن هذا خطأ. نعم. والخطأ ولو فعله أحد من السلف ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة فهو مجتهد. نعم. يثاب على اجتهاده لكن لا يتابع، لا يتابع في ذلك. نعم. قال والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار، فإذا اجتمع الوصفان صار علتين مستقلتين في القبح والنهي. كما سبق أن البدعة إذا كانت من بدعة أهل الكتاب فإنها محرمة من وجهين: وجه المشابهة لأهل الكتاب ووجه البدعة. فالبدعة محرمة مطلقا لأهل الكتاب وللمسلمين، وأما ما كان عليها الكتاب فيحرم على المسلمين مشابهتهم فيه. فيجتمع فيها التحريمان: تحريم البدعة وتحريم المشابهة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.